عليكم 3 سنوات من عمر عاصفة الحزم والعزم. هذه العاصفة التي أنقذت اليمن وكانت المنقذ لهذا اليمن لليمن أرضا وإنسانا، وأيضا بتوجيهات مباشرة من قبل باني نهضة هذا الوطن، وأيضا ربان سفينة فخامة الأخ المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية، الذي طلب من أشقائه من خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز عزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وذلك لإنقاذ هذا الوطن اليمن من هذه الميليشيات التي تعبث في اليمن أرضا وإنسانا وتقتل وأيضا تسفك دماء الأبرياء. عاصفة الحزم جاءت منقذة ومخلصة لليمن، وهذه اللقاءات الميدانية التي نجريها وذلك لثلاث سنوات من عاصفة الحزم برا بحرا جوا، وذلك للقضاء على هذه الميليشيات التي انقلبت على دستور اليمن، انقلبت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، انقلبت على اليمن. يسعدنا أن يكون معنا بداية حديثنا معنا معالي سيادة الوزير المهندس أحمد بن أحمد الميسري نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية. بداية مرحبا بك سيادة الوزير. إذا ما تحدثنا حول عاصفة الحزم والعزم، 3 سنوات تنقضي من عمر هذه العاصفة، جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وبقيادة الأشقاء أيضا من التحالف العربي قدموا لي اليمن، هم كانوا المنقذ لهذا الوطن بقيادة فخامة الأخ المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية. ماذا عن هذه العاصفة؟ عاصفة الحزم ستظل ذكرى خالدة في نفوس اليمنيين جميعا، لأنها حقيقة جاءت في منعطف تاريخي هام لليمن، وبعد الله سبحانه وتعالى لولا هذه العاصفة لكنا اليوم في هذا المكان الذي نجري فيه هذا اللقاء قد يكون نقاتل الحوثيين. هذا إذا كان نفسنا طويل، وقد يكون الحوثيين اليوم كما سمعتم الإذان قبل قليل يؤذنون من جامع العيدروس ويصرخون بصرخاتهم من أقصى عدن وأقصى حضرموت والمهرة وأقصى محافظات اليمن كلها، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل هبة خادم الحرمين الشريفين واستجابته لدعوة فخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي الذي أسقطوا الدولة، الانقلاب أسقط كل مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والأمن ومؤسساتها المختلفة والبنك المركزي، وسيطر سيطرة كاملة ولم يتبقى مع الرئيس هذه سوى اسم الشرعية. بهذا الاسم اليوم نتكلم عن دولة مرة أخرى يخرجها الرئيس هذه من تحت الرماد، من تحت رماد الانقلاب، ويعيد بنائها طوبة طوبة في ظل ظروف بالغة التعقيد وغاية في الصعوبة والإمكانيات كما نشهدها جميعا. نحن حقيقة سنعلم أبناءنا وسنستذكرها ماحيينا، وستظل جميلا ودينا في أعناقنا للأشقاء في التحالف العربي والخادم الحرمين الشريفين والأسرة آل سعود، يعني جميعها لهذه الهبة العروبة والإخوة وهبة الإسلام للدفاع عن الدين وعن الأرض وعن العرض، لدحر المد الفارسي المجوسي الذي يريد أن يقضي على، ليس يسيطر على أرضنا فقط ولكن يقضي حتى على عقيدتنا السنية السمحاء. ولهذا فإن هذه ذكرى عزيزة على قلوبنا، ذكرى بدء مسار الدفاع عن اليمن، واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى نحن 3 سنوات بإذن الله تعالى لن يتوج العام القادم بالذكرى الرابعة إلا وأنتم تحدثون من صنعاء وغدا انتهى الانقلاب. ومعنا من ضمن هذه اللقاءات الميدانية اللواء الركن علي ناصر الأخشع نائب وزير الداخلية. بداية مرحبا بك عبر قناة عدن الفضائية وأبناء الشعب اليمني، وأكد أيضا دول التحالف اللي يعيشون هذا اليوم وذلك بمرور 3 أعوام من عاصفة الحزم والعزم. ما الذي تمثله هذه العاصفة التي جاءت لإنقاذ هذا اليمن من ضد هذه الميليشيات الإرهابية، الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران؟ شكرا لكم. وأقول يعني أولا ألف تحية وتحية لقادة التحالف وعلى رأسهم سلمان الخير وأخوانه في دول الخليج والدول العربية جميعا المشاركين، أيضا تحيتي إلى فخامة الأخ الرئيس قائد يعني المسيرة.
هذا اليوم يشكل بالنسبة لنا يعني حدثا تاريخيا كبيرا، ليس لإنقاذ اليمن وإنما لإنقاذ الأمة العربية من المخاطر الكبيرة التي تواجه الأمة العربية والتدخل الإيراني في شؤون البلدان العربية وبالذات في اليمن. ففي هذا اليوم يعني أعلن الحق ورفع راية الحق يعني في وجوه الذين يريدون أن يحولوا الدول العربية إلى دول تابعة للفارسية وللإيديولوجيات المختلفة. فتحية لقادة التحالف العربي جميعا، وتحية للشهداء الذين سقطوا في الميدان من كل الوطن العربي وأيضا من أبناء اليمن، وتحية للمقاتلين الذين يقاتلون اليوم في الجبهات في كل مكان وهم يتصدون لهذه الهجمة الفارسية. تحية لهم جميعا منا نقول، ونقول لهم أننا ماضون على العهد. ومعنا من ضمن هذه اللقاءات الميدانية معنا اللواء الركن صالح قائد الزنداني نائب رئيس هيئة الأركان العامة. بداية مرحبا بك عبر قناة عدن الفضائية والشعب اليمني وأيضا جميع دول التحالف العربي يعيشون ببرور 3 أعوام لعاصفة الحزم، عاصفة الحزم والعزم. ما الذي تمثله لكم الذكرى 3 لعاصفة الحزم لإنقاذ اليمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء أهني فخامة الأخ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة، مناسبة الذكرى 3 لانتصارات عاصفة الحزم. هذه الانتصارات التي تحققت بفضل نجاحات الجيش الوطني وبفضل الدعم الكامل للدول التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين وجمهورية السودان الشقيقة وجمهورية مصر العربية وكل دول مجلس التعاون الخليجي ودول التحالف. هذا الدعم الذي تقدمه لنجاح شعبنا اليمني على استعادة الدولة واستعادة مؤسسات الدولة التي سيطر عليها الانقلابيين في صنعاء في 21 سبتمبر 2014، وإن شاء الله أننا عازمون على الاستمرار حتى تحقيق النصر الكامل. وأخيرا باسم الحاضرون جميعا نشكر كافة قيادات وشعوب وقوات المسلحة لدول التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية السعودية وكافة دول التحالف العربي. ومعنا من ضمن هذه اللقاءات الميدانية دكتور الخضر ناصر الأصور رئيس جامعة عدن. بداية مرحبا بك دكتور، ونحن نعيش الذكرى 3 لإطلاق عاصفة الحزم والعزم، ما الذي يمثله لكم هذه الذكرى 3؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم الذكرى 3 لعاصفة الحزم وإعادة الأمل لليمن، وهذه الانطلاقة التي أطلقها الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية قائد عاصفة الحزم وإعادة الأمل بناء على طلب شخصي ورسمي من فخامة الأخ المشير الرئيس عبد الرب منصور هادي لإنقاذ اليمن من نيران ومن عدوان الامتداد الإيراني الذي تقوده الميليشيات الحوثية والعفاشية. وبحمد الله نحن اليوم بالذكرى 3 وتحررت كثير، أكثر من 60% إلى 75% من أراضي اليمن، ونعمل إن شاء الله في الأيام أو في الأشهر القادمة تحرير ما تبقى وعاد الشرعية إلى العاصمة صنعاء إن شاء الله. اليوم هذه الذكرى أيضا نستذكر فيها شهداءنا الأبطال، من شهداءنا في التحالف العربي، من شهداءنا في المقاومة الجنوبية، من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، نترحم عليهم ونقول إننا أيضا على الدرب سائرون نحو بناء يمن اتحادي. شكرا لكم.
ومعنا ايضا ضمن هذه اللقاءات الميدانيه البروفيسور دكتور جمال محمد القعدني عميد كليه اللغات في جامعه عدن. بدايه مرحبا بك دكتور. نحن نحتفي بمناسبه مرور 3 أعوام لانطلاق التحالف العربي انطلاق عاصفه الحزم التي كانت عام في مارس 2015. عاصفه الحزم لانقاذ اليمن 3 أعوام، ما الذي مثرته لليمن بشكل عام ولكم انتم ايضا الشعب اليمني؟ طبعا عاصمة الحزمة هي جت استجابة لمطلب الشعب مثل فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد استباحة العدوان القاشم من قبل جماعة الحوثي ومن شاركها في هذه الحرب الظالمة. طبعا نحن دعاة سلم في عدن وفي اليمن بشكل عام وأيضا دول التحالف، ولكن فرضت علينا هكذا حرب، وما دام فرضت لابد من استجابة. ففخامة الرئيس عبد ربه منصور هذه وغجة ندى، وهذا النداء استجيب من قبل الملك سلمان ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله، وأيضا استجاب بعض أيضا كثير من الدول استجاب ذلك، ومنها دولة التحالف العربي ألاقى هذا التحالف أيضا تأييد دولي. فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي هو الرئيس الشرعي لهذا البلد، وهو يحظى بشرعية دولية، وأيضا البلد خلال 3 سنوات وما مرت به إلى يومنا هذا قطعت شوط كبير من خلال تحرير كثير من المناطق في اليمن، وما تبقى إلا القليل، وهذه المناطق المتبقية قليلة جدا هي كان من الممكن أن يتم تحريرها، ولكن تفادي للسقوط المدنيين حيث أنهم يتحصنوا في خلف المدنيين، ولذلك قد يكون التوريث فيه خير لسنة المدنيين. فنحن الآن نحتفل بالذكرى 3 إن شاء الله، وما قطع شوط كبير في مختلف الجوانب، ما فيها أيضا المناطق اللي تم تحريرها تم قطع شوط كبير في عاهة الأعمار من خلال عاهة الأعمار نعم كثير من المناطق، والآن استقرار سياسي واقتصادي وأمني في مختلف هذه المناطق اللي تم تحريرها. ومعنا أيضا من ضمن هذه اللقاءات الميدانية الأستاذ محمد حسن الأمين العام لجامعة عدن. بداية مرحبا بك عبر قناة عدن الفضائية أستاذ محمد. ونحن نحتفل، الشعب اليمني يحتفل بمرور 3 أعوام الذكرى 3 لعاصفة الحزم، هذه العاصفة التي جاءت لإنقاذ هذا الوطن الغالي من هذه الميليشيات الانقلابية الحوثية التابعة لإيران. ماذا عن هذه الذكرى وماذا عن عاصفة الحزم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر قناة عدن على اهتمامها بهذا الجانب، والذكرى 3 تمر إن شاء الله، ونحن قد حررنا جزء كبير من الوطن، وتجاوز كما نسمع في الإعلام أكثر من 85%، وإن شاء الله نتكلل جميع العمليات بالنجاح. هذه الذكرى طبعا ذكرى مؤلمة، فيها خسرنا الكثير، ونحن نتقدم بالشكر الجزيل أول للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والأمارات المتحدة، كما نشكر الأخ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي على اهتمامه بكل مجريات الأمور في المحافظة المحررة، ونتمنى أن يولوا اهتمام كبير أيضا في القريب العاجر بكل الأمور الموجودة في العمليات في المحافظات الغير محررة، حتى نستعجل العملية الحربية في التحرير اليمن بشكل عام. نعم إن شاء الله هذا العام سيكون إن شاء الله تحرير اليمن بشكل عام، وإن شاء الله أيضا نحن نشكر خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية على ما قدموه لليمن لإخوانهم اليمنيين. طبعا نحن شاكرين للقيادة المملكة العربية السعودية برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، وكذا الإمارات المتحدة على ما قدموه من دعم مادي في الجانب الإغاثي وفي الجانب الإنساني، وطبعا هم قدموا الكثير ونتقدم بشكر جزيل. ولازلنا وإياكم وهذه اللقاءات الميدانية التي نجريها، وذلك لمرور 3 أعوام للذكرى 3 لعاصفة الحزم. معنا الأستاذ المهندس أحمد محمد ناصر حسن وكيل وزارة لقطاع الري في وزارة الزراعة. بداية مرحبا بك عبر قناة عدن الفضائية. نود من خلالكم أن تعطونا لمحة يعني عن عاصفة الحزم، الآن هي ذكرى 3، هذه العاصفة جاءت لإنقاذ اليمن وأيضا لتحرير المناطق الآن التي كانت مسيطرة عليها الميليشيات الحوثية، الآن تحررت هذه المناطق، تبقى منها بعض من المناطق الآن إن شاء الله سوف يتم تحريرها بالكامل. ماذا عن عاصفة الحزم والعزم ومرور 3 أعوام منها؟
أولا شكرا لكم ولقناتكم الطيبة وما توليه من اهتمام في كافة الجوانب المرتبطة بالبلد. أولا أنقل تحيات وزارة الزراعة باسمي وباسم كل كوادر الزراعة معالي وزير الزراعة إلى فخامة الأخ المشير عبد ربة منصور هادي الذي قاد سفينة الأمل والحزم وباقتدار وبأسلوب فني متميز لشخصية مثل فخامة الأخ الرئيس المشير عبد ربة منصور هادي. عاصفة الحزم كانت في توقيت مناسب جدا، لعلها قد تكون تأخرت لكنها جاءت في الوقت الحرج وأنقذت البلد وأخرجتها ولله الحمد من وضع كان أن يكون أسوأ مما هي عليه البلد. الحمد لله قضت على تدخل خارجي بغيض له تاريخ قديم وعميق وتاريخ دموي في كل دولنا العربية، ليس على مستوى اليمن فقط، ولكن هذا التدخل الإيراني وبأيدي وبأذرع واضحة جدا أثر على الوطن العربي بشكل كامل، ليس فقط في اليمن أتكلم، وإنما كما نرى في سوريا. ولله الحمد نحن خرجنا بحكمة وباقتدار وبجهود إخواننا الأشقاء في المملكة العربية السعودية، الدولة الإمارات العربية المتحدة، والأخوة أعضاء الدول التحالف العربي. كانت عاصفة الحزم عاصفة بمعنى كلمة عاصفة، نعم قد تكون هناك سلبيات لكنها أفضل بكثير مما لا قدر الله لو لم تتدخل عاصفة الحزم في الوقت المناسب، وكانت فعلا بصمة ستكون لليمن حاضرا ومستقبلا، وستكون سيخلدها التاريخ، سيكون لها لمسات واضحة إن شاء الله. أخواننا في دول التحالف لن يألوا جهدا سواء على المستوى العسكري أو المستوى التنموي أو المستوى الاقتصادي أو المستوى الاجتماعي، تدخلوا في كافة المجالات في كافة الأطر وما زالوا يتدخلون. ونذكر بهذه المناسبة أيضا الوديعة التي فعلا يعني تقدموا بها الأشقاء في المملكة العربية السعودية من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز وكل من ساهم فيها. إخواننا في الإمارات أيضا لن يؤلوا جهدا، سيقدموا مثل ما قدم إخوانهم في المملكة العربية السعودية، وكما نقول اختلط الدم اليمني بالدم الخليجي أو بالدم الحلفاء في عاصفة الحزم وغيرها، وهذا الدم سيكون له آثار، سيروي الأرض فعلا وسينبت خيرا إن شاء الله في المستقبل القريب بإذن الله. ومعنا أيضا الأستاذ محمد نصر الشادلي وكيل محافظة عدن. بداية مرحبا بك عبر قناة عدن الفضائية. 3 أعوام من عمر عاصفة الحزم، التي يمثله لكم هذا اليوم بمرور 3 أعوام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا 3 أعوام على بدء وإعلان عاصفة الحزم بناء على دعوة فخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي ورسالته الموجهة إلى دول التحالف العربي والذات إلى قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بسلمان الحزم، وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالشيخ خليفة بن زايد. وعدنا اليوم تحتفل بالذكرى 3 وتستعيد عافيتها وتستعيد أمجادها إن شاء الله. وخالص النصر، انتصرنا في عدن وسننتصر في كل مكان إن شاء الله، وسيعلن النصر عليهم بشكل كامل إن شاء الله تعالى. وخالص التهاني لقيادتنا السياسية ولشعبنا العظيم إن شاء الله، والنصر قادم لا محالة بعون الله. ومعنا الأستاذ عوض مشبح وكيل وزارة الإدارة المحلية. بداية مرحبا بك عبر قناة عدن الفضائية. اليمن يعيش اليوم بمرور 3 أعوام لعاصفة الحزم والعزم، ما الذي يمثله لكم الذكرى الثالثة لهذه العاصفة التي جاءت إنقاذا لهذا اليمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم. اليوم نقول أننا نحتفل بالذكرى الثالثة لانطلاق عاصفة الحزم. عاصفة الحزم وهذا التدخل الذي جاء بقرار تاريخي من ملك الحزم والعزم الملك سلمان بن عبد العزيز، تلبية لنداء الشعب اليمني وبطلب من فخامة الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي، جاء هذا التدخل لإنقاذ الشعب اليمني من الميليشيات الحوثية الإجرامية التي عاثت في الأرض فسادا وقامت باحتلال أغلب مناطق اليمن بذريعة واهية بحجة زيادة 1000 ريال في سعر دبة
البترول، ولكن ظهر حقدهم وظهر كل مكرهم وعاثوا في الأرض فسادا وسيطروا على المحافظات ودمروا البنية التحتية وارتكبوا كثيرا من الجرائم التي وانتهاكات حقوق الإنسان وأشركوا الأطفال في المعارك وكثير من الأمور التي أضرت بالشعب اليمني ولازلنا نعانيها اليوم. نحن اليوم نقول شكرا لدول التحالف العربي، شكرا لمملكة الحزم والعزم، للملك سلمان، للمملكة العربية السعودية، دولة الإمارات الشقيقة، لكل دول التحالف العربي. وإن على العهد بقول أيضا نترحم على شهدائنا الأبرار، شهداء دول التحالف العربي الذي روت دماءهم الطاهرة هذه التربة واختلط الدم اليمني مع دم أخواننا وشقائنا. ونقول اليوم أننا ثابتون، أننا في خندق واحد، نطالب المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الدولية، قرار 2216، باتخاذ موقف واضح وصريح تجاه هذه الميليشيات الحوثية الإيرانية التي أضرت باليمن. اليوم الأمور واضحة بعد 3 سنوات، لا يحتاج لبس، لا يحتاج، بانت كل تصرفاتهم. نتمنى الخير لليمن بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله. ومعنا أيضا من ضمن هذه اللقاءات الميدانية معنا الأستاذ فرح جابر، مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة. بداية مرحبا بك أستاذ فرح. الشعب اليمني يعيش أجواء أفراح الذكرى 3 لعاصفة الحزم والعزم. هذه العاصفة التي جاءت في عام 2015 بمرور 3 أعوام، وذلك لإنقاذ اليمن من بطش تلك الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. قراءتكم، تعليقاتكم حول هذه الذكرى التي تأتي الآن لعاصفة الحزم. يسعدكم صباحا، طبعا سعيدة جدا أن أشارك في هذه المناسبة العزيزة والغالية على قلوبنا في اليمن الجنوبي. نحن سعداء ونشكر الإخوة دول التحالف العربي لوقوفهم إلى جانبنا. عاصمة الحزم التي حزمت الموقف في عام 2015 بقيادة السهام الذهبي، ولا أنسى هنا الشهيد البطل جعفر محمد سعد، محافظ عدن سابقا، الذي استشهد ضحية عملية إرهابية. ولا أنسى كل الشهداء الذي قدموا أرواحهم فداء على تراب عدن. شكرا تحالف الحزم والعزم، شكرا الملك سلمان محمد بن سلمان الذي وقف إلى جانبنا، والملك سلمان جزاء الله ألف خير لتعاونه معنا. كما أشكر دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالشيخ محمد بن زايد الذي عمل الكثير لليمن، ونحن سعداء أن نتوج هذه الفرحة بهذا الاحتفال العظيم. ولا يسعني إلا أن أشكر كل من عمل على هذه الفعالية.